أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، ما زلنا في عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على في مواسم الحج وعلى قبائل العرب. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على كلب، قبيلة تسمى كلب، وعن محمد بن عبد الرحمن بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه لا يقول يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم. طبعا اللي فاتوا العرض ده عندما أشد الندم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني حنيفة. وعن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يك أحد من العرب أقبح ردا عليه منهم، كذا في البداية صلى الله عليه وسلم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بكر بن وائل، وأخرج الحافظ أبو نعيم عن العباس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أرى لي عندك ولا عند أخيك مناعة، فهل أنت مخرجي؟ فهل أنت مخرجي إلى السوق غدا حتى نقر في منازل قبائل الناس؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيخاطب عمه العباس قبل ما يدخل في الإسلام، بيقول له أنا مش شايف أن أنت بتمنعني، ولا أنت ولا أخوك. نعم، فنخرج إلى السوق، وكانت مجمع العرب. قال: فقلت هذه كندة ولفها، يعني الحزب بتاعها والطائفة، وهي أفضل من يحج البيت من اليمن، يعني دي أفضل قبيلة من اليمن، وهذه منازل بكر بن وائل، وهذه منازل بني عامر بن صعصع، فاختر لنفسك. يعني بيعرفوا بالإيه؟ بالقبائل وأماكن نزولهم، اختار. قال: فبدأ بكندة فأتاهم، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من أهل اليمن. قال: من أي اليمن؟ قالوا: من كندة. قال: من أي كندة؟ قالوا: من بني عمرو بن معاوية. التعريف، النبي عليه الصلاة والسلام بيتعرف عليهم الأول عشان يعني يؤلف قلوبهم. قال: فهل لكم إلى خير؟ يعني بيشوقهم كمان، عملية التشويق. قالوا: وما هو؟ قال: تشهدون أن لا إله إلا الله، وتقيمون الصلاة، وتؤمنون بما جاء من عند الله. قال عبد الله بن الأجلح: وحدثني أبي عن أشياخ قومي أن كندة قالت له: إن ظفرت تجعل لنا الملك من بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملك لله يجعله حيث يشاء. فقالوا: لا حاجة لنا فيما جئتنا به. فقال الكلبي: فقالوا: أجئتنا لتصدنا عن آلهتنا وننابذ العرب، يعني نحارب العرب؟ الحق بقومك فلا حاجة لنا بك. فانصرف من عندهم، فأتى بكر بن وائل فقال: ممن القوم؟ راح للتانيين، قبيلة التانية. قالوا: من بكر بن وائل. فقال: من أي بكر بن وائل؟ قالوا: من بني قيس بن ثعلبة. قال: كيف العدد؟ قالوا: كثير مثل الثرى، يعني زي العدد زي التراب، عندنا عدد كبير. قال: فكيف المنعة؟ قالوا: لا منعة، جاورنا فارس، فنحن لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم. قال: فتجعلون الله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم وتستعبدوا أبناءهم، أن تسبحوا الله 33 وتحمدوه 33 وتكبروه 34. قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق، عشان ما عندهمش منع، بس هو عرض عليهم، قال لهم لما، ودي يعني من مبشرات ومعجزات النبوة، إن الناس دي هيخشوا في الإسلام بعد كده وهيصلوا
وهيقولوا أذكار الصلاة كمان أهي، وبعدين يفتحوا هذه البلاد وياخذوا نسائهم سبايا وياخذوا منهم عبيد وياخذوا منازلهم. فبيقول لهم يعني ايه، تجعلون الله عليكم ان هو ابقاكم، يعني ان عشتوا لما تشهدوا هذا اليوم هذا الفتح ان تفعلوا هذه التسبيح. فبيقولوا له انت مين؟ قال انا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق، فلما ولى عنهم قال الكلبي وكان عمه أبو لهب يتبعه فيقول للناس لا تقبلوا قوله. ثم مر أبو لهب فقالوا هل تعرف هذا الرجل؟ قال نعم، هذا في الذروة منا، يعني في أعلى نسب قومنا. فعن أي شيء تسألون؟ يسألوا عمه أبو لهب. فأخبروه بما دعاهم إليه وقالوا زعم أنه رسول الله. قال ألا لا ترفعوا برأسه قولا، يعني ما تسمعوش كلامه، لا تعتنوا بقوله، يعني فإنه مجنون يهذي من أم رأسه، يعني بخطر في الكلام يعني. قالوا قد رأينا ذلك حين ذكر من أمر فارس ما ذكر كذا في البداية. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على قبائل بمنى، أخرجه ابن إسحاق عن ربيعة بن عباد رضي الله عنه قال إني لغلام شاب، اللي بيقص ربيعة رضي الله عنه، مع أبي بمنى في الحج، راح يحج مع أبوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول يا بني فلان إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندات، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال وخلفه رجل أحول وضيء، اللي هو أبو لهب، وضيء يعني شكله حلو جميل، له غديرتان يعني له ضفيرتان، عليه حلة عدنية يعني من عدن. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وما دعا إليه قال ذلك الرجل يا بني فلان إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزة، يعني تتركوا عبادة اللات والعزة، من أعناقكم وحلفاءكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. قال فقلت لأبي يا أبتي من هذا الرجل الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال هذا عمه عبد العزة ابن عبد المطلب أبو لهب. كذا في البداية، يعني أما يكون عمه بيكذبه إيذاء شديد يا جماعة، والله هو بيدعو قبيلة قبيلة وعمه عمال داير يلف وراه ويكذبه بعدما يعني ينهي، يعني تخيل لو واحد بيعرض سلعة على حد وورا منه واحد ماشي عمال يكذب فيه، يعني شغلانة سبحان الله. كم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من التعب. أخرجه أيضا عبد الله بن أحمد الطبراني عن ربيعة بمعناه. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على الجماعة بمنى. أخرج الطبراني عن مدرك قال حججت مع أبي فلما نزلنا منا إذا نحن بجماعة، فقلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال هذا الصابئ. الصابئ يعني من ترك دين قومه إلى دين آخر. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال الهيثمي ورجاله ثقات. أخرج البخاري في التاريخ وأبو زرعة البغوي وابن أبي عاصم والطبراني عن الحارث بن الحارث الغامدي رضي الله عنه قال قلت لأبي ونحن بمنى ما هذه الجماعة؟ قال هؤلاء اجتمعوا على صابئ لهم. قال فتشرفت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله وهم يردون عليه الحديث. كذا في الإصابة. أخرج الواقدي عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال
حججت والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام، أصحابه يعذبون، فوقفت على عمر يعذب جارية بني عمرو بن المؤمل، ثم ثبت على زنيرة فيفعل بها ذلك. زنيرة يعني الرومية، كانت من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في الله، كان أبو جهل يعذبها. نعم. عرضه صلى الله عليه وسلم الدعوة على بني شيبان. شوف يعني كم قبيلة النبي بيعرض عليها الدعوة ولا يكل ولا يمل. أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: لما أمر الله عز وجل نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر رضي الله عنه إلى منى، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر فسلم، وكان أبو بكر متقدما من الشجاعة والقدام والتقدم يعني. نعم. وكان أبو بكر مقدما في كل حين، كان رجلا نسابا يعني عنده علم بالأنساب، فقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: وأي ربيعة أنتم؟ فذكر الحديث بطوله وفيه قال: ثم انتهينا إلى مجلس عليه السكينة والوقار، وإذا مشايخ لهم أقدار وهيئات، يعني لهم منازل و يعني مكان، يعني لهم مكانة. فتقدم أبو بكر فسلم قال علي وكان مقدما في كل حين، فقال لهم أبو بكر: ممن القوم؟ قالوا: نحن بنو شيبان ابن ثعلبة. فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، ليس بعد هؤلاء من عز في قومهم. وكان في القوم مفروق بن عمرو وهانئ بن قبيصة والمثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، ناس ثقيلة يعني ناس كبار. وكان أقرب القوم إلى أبي بكر مفروق بن عمرو، وكان مفروق قد غلب عليهم بيانا ولسانا، وكانت له غديرتان تسقطان على صدره، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر، يعني أقرب إلى أبو بكر، إلى أبي بكر رضي الله عنه. فقال له أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ فقال له: إنا لنزيد على الألف، ولن يغلب ألف من قلة. قال: فكيف المنعة فيكم؟ قال: علينا الجهد ولكل قوم جد. قال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال: مفروق إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإن أشد ما نكون لقاء إذا غضبنا، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد يعني الخيل، والسلاح على اللقاح، نعم يعني على الناقة الحلوب الغزيرة اللبن، والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا مرة، يعني الإدالة اللي هي من الغلبة. لعلك أخو قريش، بيقول لسيدنا أبو بكر: أنت يعني من قريش؟ قال أبو بكر: إن كان بلغكم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا. قال: مفروق قد بلغنا أنه يذكر ذلك. ثم التفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، وقام أبو بكر يظله بثوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وأن تؤوني وتمنعوني وتنصروني حتى أؤدي عن الله تعالى ما أمرني به، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. قال له: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى: فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فقال له مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فوالله ما هذا من كلام أهل الأرض، ولو كان من كلامهم لعرفناه.
فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى قوله تعالى لعلكم تذكرون، فقال له مفروق: دعوت والله يا قرشي إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أحب أن يشركه في الكلام هانئ بن قبيصة، يعني حب أن برضو ما يبقاش الرأي لوحده، فأشرك يعني كبير معهم برضو اسمه هانئ بن قبيصة. نكمل إن شاء الله في الحلقة المقبلة هذه القصة لأنها طويلة شوية، الوقت انتهى. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.